ده نراج. الناس تقول إيه لو شافوك نايم كده؟ يا تشايا لو سمحتي ادخلي دلوقتي شقتك وسيبيني في حالي. هي دي خلاص بقت طبيعة حياتنا اللي لازم نعيشها ونرضى بيها. انت مش فاهمة أي حاجة. ليه بتعمل كده؟ قوم ما تخليش الناس تتفرج علينا. ما ينفعش تفضل قاعد هنا برا. يلا قوم نتكلم جوه. يلا تشايا. قوم يلا ندخل. أنا مش البيت هادر. مش هقدر أدخل يا تشايا، مش هقدر خالص. الراجل مننا لازم يعيش على قده. طب قوم بس. هو انت واخداني على فين كده؟ يلا ادخل جوه. فهميني بس. يلا. انت ليه صممتي اني ادخل؟ ليه بتضغطي عليا كده؟ اقعد. انا حقيقي نفسيتي تعبانه قوي. تشايا أنا عايزك تسامحيني وعايزك ترضي عني كمان. أنا آسف قوي. أنا على طول كنت بضايق فيكي وبقول عنك كلام مش كويس وحاجات ما حصلتش. أنا بعمل كده ليه؟ أنا غلطان غلطان. أنا آسف، حقك عليا. بس أنا أعمل إيه يا تشايا؟ ريت تقوليلي. أنا في حاجات كتير جوايا مضايقاني، ولما بتضايق ببقى مش عارف بعمل إيه ولا حتى بقول إيه. ولما بفوق وأركز بحس بغلطتي وبقول لنفسي دايماً إزاي؟ إزاي عملت كده في مراتي حبيبتي؟ أنا بجد إنسان وحش، أنا ما استاهلكيش. انسى كل الكلام ده وقولي حصل إيه خلاك متضايق بالشكل ده؟ ما تسألينيش يا تشاي علشان مش هجاوب. أنا مراتك مش كده؟ يبقى لازم أسألك. رد عليا يلا وانت هتحس براحة. أنا هرتاح، بس الكلام اللي انت هتسمعيه هيضايقك. قوليلي بقى انت ايه ذنبك في الوجع اللي هتحس بيه؟ أنا مش عايز أتكلم، أنا ضايقتك كتير. كفاية كده، انت تعبت معايا قوي. دانراج، هو انت تعبان ولا حاجة؟ أشوف لك دكتور دلوقتي. دكتور دكتور، ما تقوليش كلمة دكتور دي تاني خالص. كل ما اسمع اسمه ما يجيش في دماغي غير التحليل. هو في ايه؟ وايه موضوع التحليل اللي انت بتقوله ده؟ قولي ايه ده اللي انت بتتكلم عنه؟ لا ما تقوليش كلمة تحليل تاني خالص. شوفي شوفي انا بترعش ازاي لما بسمعها. اول ما بسمع السيرة دي انا بحس ان دايخ ودماغي فيها صداع جامد، بحس ان تعبان جدا. تشايا انت ممكن تعملي لي شوية شاي لو سمحتي؟ حاضر حاضر، بس شوية صغيرين يمكن حالتي تتحسن. خليك هنا وما تروحش في حتة. حاضر. هعمل لك الشاي واجي على طول. خليك مستريح. حاضر، بس لو سمحتي سامحيني يا تشايا، سامحيني. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.